الأيتام كالإسلام، يا كنف الأيتام، أيتام كالإسلام، يا كنف الأيتام، يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. باب نور الطهارة بالإذن يدخل لدار الرسالة، هذه أول هذه آخر زيارة، يلي صلى الباري عليه وآله. عزرائيل باب نور الطهارة بالإذن يدخل لدار الرسالة، هذه أول هذه آخر زيارة، يلي صلى الباري عليه وآله. عند مين رب الجلالة لك يا ابو القاسم رسالة، يا مخلد يا محمد، يا مخلد يا محمد، وادعاه يا عمدها يلي بيبارك بلدها، يا مسدد يا محمد، يا مسدد يا محمد. أنا مين ربك رسول للمنية، الإذن منك يا خير البرية، تبقى في هالدنيا لو لله ترحم، لو إلهك فيها يطاها بقية. السماء مفتوحة لجلك تنتظر جنتها رجلك، أقبض الروح يا محمد، أقبض الروح يا محمد. أدري هالدنيا بغيابك زلزلة تحمل صابك، تحمل جروح يا محمد، تحمل جروح يا محمد. يا عزرائيل نجدك تمهل لي شوية، يجي جبريل عندي قبل ألقى المنية، قبل أرحل وسافي وفارق هالبرية، وخلي هالهواشم تقاسي هالرزية. يا عزرائيل
شداك التمثال لي شوية يجي ريل عندي قبل المنية قبل أرحل وسافر وفارق هالبرية وخلي هالهواشي تقاسي هالرزية نزل جبريل ناقة ملك عزريل يصعد وصار ابنة فيسأل عن الهادي محمد عن الهادي محمد لا يا جبرائيل الهادي يمهلته نوره مشعشع حول علي وبنته لا يا جبرائيل الهادي يمهلته نوره مشعشع حول علي وبنته حتى توصله ما تحصل السكتة دخل الهادي جبريل مع ميكال وردك من الله لك سلامة حبيبي يا محمد وطه قال اخويا سؤال بقلبي اشتاك افارق هالارض لا اظل فيها مخلد يا طه السماء مفتوحة لقدومك والجنة حنين لها فلرسومك يا طه السماء مفتوحة لقدومك والجنة حنين لها فلرسومك هذا يا النبي المصطفى يومك هذا يا النبي المصطفى يومك الآخرة تبقى خير من الأولى والدنيا ما تسوى يا المصطفى الهادي وابدع يا ابو الزهراء اولادك وبيتك وارحل عن الدنيا لو يظلم الوادي وارحل عن الدنيا مات الهادي والوالي نبينا حيدر يبكي والزهرة حزينة صار الضجة في كل المدينة وعرش الباري للزايد ونينة صح ليل املاك راح النبي راح مهتز الاكوان مليانة بجراح مات الهادي والوالي نبينا حيدر يبكي والزهرة الحزينة صار الضجة في كل المدينة وعرش الباري مذ زايد ونينة عرش الباري وعرش الباري حملة ونعشة للقابر يا حسرة خلفه هيتامة بالنواظر عبرة كلهم صيحة تنعى أبو الزهرة وين بسافر يا هي سفرة قشرة مات الهادي والوالي نبينا حيدر يبكي والزهرة حزينة صار الضجة في كل المدينة وعرش الباري من زايد ونينة
وداعة الله يا آية الله في حماية الله. هذه اليتامى لله أمرنا بعدك يا طه مع المنية لنا ملامة. أيتمت الإسلام يا كهف